معروفة على مدى سنين أصلاً الأكسجين، كل تنظيم بطولاتهم من أشرس البطولات على مستوى العالم مو بس الخليج. كم سنة وأنت مع أكسجين؟ أنا كلاعب الحين هذه ثاني مشاركة لي، بس كلاعب صار لي 10 سنين تقريباً. كل لاعب يجتهد ويسوي اللي عليه، ومع المدرب جزاه الله خير كابتن بدر الحسن، تسوي اللي عليك والباقي على الله إن شاء الله. والحمد لله طلعنا مستوى طيب، خذينا المركز الثالث. التجهيز كان فترة بسيطة. اليوم كونك كلاعب ومدرب لاعب كمان شنو كان ينقصك؟ والله التفرغ ولعبة مكلفة جدا مكلفة. كم جاب يعني بدون يعني مدة 3 شهور طايف 3000 إلى 3500. وفي ناس تقطع أكثر؟ أكثر في ناس. أنا تجهيز هذا يعتبر سريع يعني. تجهيز سريع 3 أشهر؟ إي 3000 تقريبا إذا مو أكثر يعني. وفي ناس أنا اللي سمعت أنهم في ناس قطعوا 6 و7 واصلين أكثر، محترفين يوصلون أكثر بعدين. أكثر من كذي.